انا بلعب شخصيه بعتبر نفسي موفق ان انا كضيف شرف جاي في العمل، ما لعبتش شخصيه عاديه، بالعكس انا بلعب شخصيه دراميه في حلقه اعتقد الدراما بتاعتها برضو مختلفه، فيها سسبنس عالي شويه، فيها هاي تكنيك، مروان حامد يعني ما شاء الله اضفى لمسه جميله عليها. فانا بالنسبه لي فعلا كان شرف ليا ان انا اجي ضيف شرف في حلقه من 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 حلقات لحظات حاليه، وسعيد بده، اعتقد ان ده شيء مشرف، يعني ده شيء مشرف، التطور اللي حصل ده شيء مشرف جدا جدا جدا، نخلع القبعه لكل اللي عملوه يعني من اصغر واحد لاكبر واحد.